الرحمن الرحيم، الاسم بن طالب الكريم، استاذ مادة التربيه البدنيه ومؤطر في نادي المدير الجديد للريبي. بالنسبه لي يعني الجديد في هذا العام هو اننا حاولنا ندمجوا العنصر النسوي في النادي، وهذا العنصر النسوي يعني الاثر ديالو هو المؤسسه اللي كنعمل فيها، مؤسسه المكان النصيري. حاولت يعني نختار يعني البنات اللي يعني متحفزين في المحفزات وباغيين نضيع، حاولت نجيبهم للنادي باش يكون نادي يعني نادي فيه كاع الفئات وبما فيهم العنصر النسوي. يعني هذا هو الهدف ديالنا، باش يكون مثلا نادي يعني مثالي، اللي بغينا نقول النادي متكامل. هذا هو الهدف ديالنا من هذا، شوف الله سبحانه وتعالى باش يوفقنا باش يعني نمشيو بعيد في هذا. إذا مازال ما راكم معاك في البداية، مازال ما في البداية يلاه. هذا أول يعني أول مبادرة إن شاء الله في بداية السنة، إذا كانت شي مثلا شي بطولة ولا غادي نحاولوا نونجاجيو الفرقة ديالنا ديال يعني هاد يعني البادرة ديالكم ما كايناش على مستوى الجهة الشرقية؟ ما كايناش بمعنى خاصة يعني كرة الرجبي، يعني كرة الرجبي العنصر الذكور عاد لقوا فيه صعوبات، غادي نحاولوا نزيدوا واحد المتاعب أخرى، ولكن باش نحاولوا باش كما قلنا في الاول باش يكون هذا النادي يعني نادي متكامل فيه كل شيء، الفئات والعناصر يعني ذكور واناث ان شاء الله.